رياضيات الصف الرابع الابتدائي الجزء الثاني التماثل. سنتعلم في هذا الدرس التماثل. يكون الشكل متماثلاً حول مستقيم إذا كان بالإمكان أن يطوى بحيث يتطابق جزءاه، ويسمى خط الطي محور التماثل. محور تماثل واحد تماثل حول مستقيم. محورات تماثل تماثل ثنائي. لا يوجد محور تماثل. مثال تحديد التماثل حول مستقيم، هل للشكل محور تماثل؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكم محور تماثل له؟ نعم له محور تماثل واحد. لا ليس له محور تماثل. نعم له محورات تماثل. نعم له 5 محاور تماثل.